مثال تلاتي، المثال تلاتي عم نقول اتفقت ريم وزينب في 2 أيار على تأسيس شركة تضامن برأس مال 600 مليون ليرة لبنانية. على أن تقدم ريم حصتها البالغة 300 مليون ليرة لبنانية خلال شهر، وتقدم زينب 100 مليون نقدا خلال شهر، وتؤجل الباقي إلى آخر السنة. إذا اللي بيفرق هذا المثال عن المثالين السابقين أنه في جزء من رأس المال الشركاء أو إحدى الشريكتين قالوا أنه نحن بدنا نأجله. في جزء من رأس المال إحدى الشريكتين قالوا أنه نحن مش رح نقدمه بالوقت الحاضر، رح نقدمه في وقت لاحق. هذا الجزء من رأس المال أنا رح أنساه بالقيد اللي قدامي هلأ، أنا حفكر بالقيد اللي قدامي هلأ، حفكر بالجزء اللي قالوا رح نقدمه اليوم أو من هلأ لكم يوم، أو من هلأ لمؤلي معقولة يعني كم يوم كم أسبوع. حأنسى بالوقت الحاضر الجزء المؤجل. حقول إنه ريم تعهدت بأنه تقدم للشركة 300 مليون، و300 مليون ما ناوي تأجل منهم شيء، فقلنا من حساب الشريكة ريم المقدمات النقدية 300 مليون. أما زينب فزينب تعهدت بأن تقدم للشركة اليوم 100 مليون، والباقي مش اليوم ولا من هون لشهر ولا من هون لشهرين، الباقي مؤجل. فأنا هلأ مهتم بالجزء اللي هي مش ناوي تأجله، ال100 مليون فقط، فجعلناها مدينة بهال100 مليون هاي اللي هي ما مش ناوي تأجلها. إذا بالقيد الأول أنا مهتم فقط بالجزء المعجل من رأس المال، جعلنا حساب الشركات مدينا بالجزء المعجل من رأس المال، شايل من بالي بالوقت الحاضر مؤقتا الجزء المؤجل من رأس المال. جعلنا ريم مدينة ب 300 مليون اللي هو حصتها اللي هي مش مأجلة منها شيء. جعلنا زينب مدينة ب 100 مليون اللي هو الجزء المعجل من حصة الشريكة زينب. إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع مثل المثالين السابقين. طيب هل معنى ذلك أنه أوكي نسينا ال200 مليون لأنه مش اليوم؟ أنه بس هدول ال200 مليون ما بينعمل لهم قيد؟ بلى، لازم ينعمل لهم قيد عند التأسيس. نعم عند التأسيس بنفس اليوم اللي نعمل فيه القيد اللي هلأ نعمل وراه مباشرة بنفس اليوم اللي هو الآتي: من حساب الشريكة زينب إلى حساب رأس المال المكتتب. بس رأس المال المكتتب شو؟ غير المستدعى. إذا جعلنا زينب مدينة ب200 مليون اللي هو الجزء غير المستدعى من رأس المال، وإلى حساب شو؟ رأس المال المكتتب غير المستدعى، إلى جانب اسمها للشريكة زينب، إلى جانب الجانب المدين اللي هو حساب الشريكة زينب. قلنا إنه الشريكة زينب مدينة بشيء اسمه رأس المال المكتتب غير المستدعى. إذا من حساب الشريكة زينب رأس المال المكتتب غير المستدعى اللي هو حساب مدين، لما بدي أنشئه بعمله مدين، إلى حساب رأس المال المكتتب غير المستدعى اللي هو حساب دائن، لما بدي أنشئه أجعله دائنا. إذا اليوم صار في عندي حسابان لرأس المال: حساب اسمه رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع، هو حاليا دائن ب 400 مليون، بس هذا مش حيعيش كتير. وحساب تاني لرأس المال اسمه رأس المال المكتتب غير المستدعى، هذا حيعيش من هون لتكون جابت ال 200 مليون زينب، يعني ربما يعيش عدة أشهر أو عدة سنوات حسب قد ايه من اليوم لغاية ما ال 200 مليون يكونوا انجابوا بالفعل.
عظيم. إذا خلينا نشوف هلأ، نقبض من الشركتين المبلغ اللي تعهدوا بتقديمه خلال فترة معقولة من تاريخ التأسيس. ب 26 أيار، هن كانوا موقعين الكونترا ب 2 أيار، يعني 24 يوم، كويس. ب 26 أيار قدمت الشركتان نقدا حصتيهما المعجلة. جابت ريم ال 300 مليون وجابت زينب ال 100 مليون نقدا. إذا أنا صندوق هذه الشركة، الأموال النقدية في هذه الشركة زادت 400 مليون، فقلنا إلى حساب الشركة ريم 300 مليون، فأقفلنا حسابها. إلى حساب الشركة زينب 100 مليون، فأقفلنا أحد الحسابين اللي هن لها، هو لأنه عنده حسابان زينب، عند الحساب اللي بقيد التأسيس من حساب الشركة زينب المقدمات النقدية، هذا خلاص اتقفل، وعند حساب تاني اسمه من حساب الشركة زينب رأس المال المكتتب غير المستدعى، هذا حيعيش شوي من هون لين تكون قلنا له هاتي هال 100 مليون، صار بيسوى اليوم تقدميهم، لما هي طبعا تكون ناوي تقدمهم وفقا لك لعقد الشركة، بالعقد اللي اتوقع بتكون هي قايلة انه انا بقدم هال 200 مليون الباقيين بعد كم شهر بتاريخ كذا، حسب بعد كم سنة بحصتي من الارباح. في بدائل كتير لحتى تكون هي رابطة فيهم المبلغ المؤجل من رأس المال. إذا هال 400 مليون اليوم ما عاد بيسوى يبقوا برأس المال المكتتب غير المستدعى وغير المدفوع، فجعلناه مدينا، لا أقفلناه، قلنا إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع لحتى يحل محله للحساب اللي اتقفل. طيب عظيم. بعد في شيء بقيود التأسيس؟ لا، كقيود تأسيس ما عاد في شيء، بس اللعبة لسه ما انتهت. انتهت كقيود تأسيس، بس أنا اللي قصده من هالمثال، اللي جاي اللعبة اللي جايين نلعبها في هذا المثال لسه ما خلصت. أول شيء، في ميزانية عمومية افتتاحية؟ إيه، في تفرق عن الميزانية العمومية بالمثالين السابقين؟ إيه، بتفرق بشيء كتير مهم. هون ما عاملينها، بخليها بالمثال الرابع. هي بتفرق بشيء مهم، انه انا بدي احط بس بي 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 بالموجودات بندين، اللي هن الصندوق والشريكة زينب رأس المال المكتتب غير المستدعى. عندي بندان بالموجودات، زينب رأس المال المكتتب غير المستدعى بمبلغ 200 مليون، والصندوق بمبلغ 400 مليون، بيكون مجموع الأصول 600 مليون، مجموع الموجودات 600 مليون. بالمطلوبات عندي رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع اللي هلأ نشأ هون بالقيد الأخير ب 400 مليون، وعندي رأس المال المكتتب غير المستدعى اللي كان ناشئ بالقيد الثاني ب 200 مليون، يعني كمان موجود مجموع المطلوبات كمان 600 مليون. بالموجودات في بندان الصندوق والشريكة زينب، بالمطلوبات في بندين اللي هن رأس المال المكتتب غير المستدعى أبو 200 مليون، ورأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع أبو 400 مليون، بمجموع 600 مليون في الجانبين. ب 24 كانون أول، هن كانوا عاملين الكونترا مثل ما قلنا ب 2 أيار. 24 كانون الأول إجت زينب قال أنا هال 200 مليون هيهن، لحتى أعمل قيود وأقول إنه إجت زينب قالت هال 200 مليون أهو، أنا بدي أعمل أربع قيود بس لحتى هي تكون جابت هال 200 مليون. هيدي الواقعة محتاجة أربع قيود. هالأربع قيود مثل ما دايما أنا بقول، أول ما يشوفون الطلاب ما بيصطدمون، ولكن بس يتعودوا عليهم ويتعرفوا عليهم بيصيروا مهضومين مع الوقت.
بس اني مش من الناس اللي الواحد بيستعظمهم من اللقاء الاول. شو هني هدول القيود الاربعه؟ اول قيد انه انا كنت قايل هون من حساب الشريكه زينب راس المال المكتتب غير المستدعى، لما الا لزينب يلا جيبي هال 200 مليون، هذا الحساب بده يتقفل. بده يتقفل كيف؟ بجعله دائنا، لانه هو حساب بدين. يعني انا عارف انه بالقيد الاول هيدا الحساب الدائن اللي فيه، اللي هو الشريكه زينب راس المال المكتتب المستدعى، راس المال المكتتب غير المستدعى، لاقفاله. هذا الجانب الدائن للقيد. طب هو لحتى يتقفل مين بده يحل محله؟ بده يتحط محله شيء اسمه الشريكه زينب راس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. اذا هذا القيد شو عمل؟ اقفل حساب اسمه الشريكه زينب راس المال المكتتب غير المستدعى لحتى يحل محله حساب الشريكه زينب راس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. القيد الثاني نفس اللعبه بس حتنلعب على الجانب الدائن لهذا القيد. بالجانب المدين لهذا القيد انا اقفلت هذا اللي فوق اللي هو الشريكه زينب راس المال المكتتب غير المستدعى. بالقيد الثاني بدي اقفل هذا الثاني. هيدا اقفلته بجعله دائنا لانه كان مدين، هيدا ساقفله بجعله مدينا لانه كان دائن. مين بده يحل محله؟ خلينا نشوف. اذا من حساب راس المال المكتتب غير المستدعى اقفلناه بجعله مدينا، قلنا الى حساب راس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع جعلناه دائنا لانه انشاناه، خليناه يحل محل اللي اتقفل فوق. هدول حسابان دائنان، اللي جعل مدينا جعل مدينا لحتى يتقفل، واللي جعل دائنا جعل دائنا لحتى يحل محل اللي اتقفل. طيب القيد الثالث شو بدي افكر بالقيد الثالث؟ بدي اقبض منه بالقيد الثالث بقى، بدي اقبض منه لزينب ال 200 مليون. يعني القيد الثالث اكيد بده يكون في من حساب الصندوق او من حساب البنك. اذا من حساب الصندوق 200 مليون، بدي اقفل هذا الحساب اللي انشاته بالقيد الاول. انا مش هون كنت قلت من حساب الشريكه زينب راس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع. هذا القيد اللي الحساب اللي نشا بالقيد الاول بجعله مدينا، خلص ما عاد في لزوم يبقى، فحيتقفل هون بهذا القيد. اذا من حساب الصندوق إلى حساب الشريكة زينب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع جعل هذا الحساب دائنا من أجل إقفاله. طيب بعد فيه قيد، إيه بعد فيه قيد رابع، إنه نحن كنا لما أقفلنا هيدا خلينا يحل محله، لما اقفلنا راس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع لا مش هذا، هذا القيد اللي بدنا اياه. لما اقفلنا راس المال المكتتب غير المستدعى خلينا يحل محله راس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع بالقيد الثاني. اذا وبعد ما هلا بالقيد الرابع حقول راس المال ما بقى غير مدفوع، لانه ال 200 مليون جابتهم زينب بالقيد الثالث، فهيدا الحساب اللي هو غير مدفوع بالقيد الرابع رح يتقفل ويحل محله رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع. من حساب رأس المال المكتتب المستدعى وغير المدفوع لحتى أقفل الحساب اللي نشأ بالقيد الثاني بجعله دائنا، هلأ عملناه مدين لا إقفاله، إلى حساب رأس المال المكتتب المستدعى والمدفوع لحتى يحل محل الحساب اللي اتقفل. من هون ورايح هلأ بقى صار بعد هذا القيد صار مجموع رأس المال كله مدفوع، ال 400 مليون اللي فوق وال 200 مليون اللي هلأ صاروا مدفوعين. هيدا بالحالة اللي بيكون فيها جزء مؤجل من رأس المال.
هذا المثال الثالث.